قدام. هذا ماشي من عندي مدام، هذا من عند الاولياء تاع الاطفال التوحد. هم يقولوا لك السيده الفاضله ولي ولايتنا، نحن اولياء اطفال التوحد نود جميعا وامام الحضور ان نشهد انك نعم المراه التي اوفت بوعدها وصدقت في كلامها. فنحن كنا اباء وامهات محطمون لا امل لنا في الحياه تجاه ابنائنا. لقد غلقت في وجوهنا كل الابواب وصدت كل محاولاتنا في ان نثبت فلذات اكبادنا في المجتمع. لقد كنا ضائعين ما بين عيادات ومدارس لم تتقبل أولادنا، حتى جئت أنت وكأنك استجابة الله لدعائنا. أنت طاقة القدر التي أمدنا الله بها كي تكون سندا لنا، فبوجودك ارتسمت البسمة على أفواه أبنائنا وأصبح الأمل يرفرف من جديد في قلوبنا. إنك نعم المسؤولة عنا، وقبلها فأنت أخت أحست بحرقتنا وأم حنون رأف قلبها على أبنائنا. جزاك الله خيرا ودمت فخرا ومحل ثقة لنا. وآخر رجاء من أسرة جمعية رعاية وتأهيل أطفال التوحد هو أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه المركز، وأملنا أن ترفع لافتة باسمه عنوانها نورهان، الطفلة التي كانت سببا في أن تفتح الجمعية، الطفلة التي سخرها الله لكي تحتضن مئات الأطفال بيننا. ودعاءنا أن يسلنها الله ويجعلها بركة بيننا، وشكرا.